تسهيلات خاصة لمنح الجنسية النمساوية لعديمي الجنسية. درجات الحرارة تنخفض لما دون 20 تحت الصفر. الشرطة تطلق مبادرة لجذب الشباب للعمل في فيينا. اتجاه نحو حيازة الأسلحة الشخصية في النمسا. مباحثات نمساوية مع إقليم كردستان لفتح قنصلية. والشرطة تسحب رخصة قيادة وزير المالية بسبب السرعة. من النمسا ميديا أحييكم وأنقل لكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. وإلى التفاصيل، بعد انتقادات عديدة خففت النمسا شروط الحصول على الجنسية النمساوية لمن لا يحمل جنسية أي دولة أخرى ضمن شروط ضيقة للغاية. وأعلنت مدينة فيينا عن حملة إعلامية توجه لعديمي الجنسية، ويمكن للأشخاص الذين ولدوا في النمسا التقديم للحصول عليها خلال 3 سنوات بعد بلوغهم 18، شريطة إقامة لمدة 10 سنوات، 5 منها متوالية، وشرط الدخل غير ملزم. وأكدت منظمة SOS ميتمنش دعمها للمبادرة، ويقدر عدد الأشخاص بدون جنسية حوالي 20,000، 3/4 ولدوا في النمسا. انخفضت درجات الحرارة في النمسا بشكل قياسي خلال 48 ساعة الأخيرة، حيث وصلت في فالد فيرتل بالنمسا السفلى إلى ناقص 21.1 درجة مئوية، ومن المتوقع انخفاضها أكثر في الأيام المقبلة، حيث سجلت مدينة سانكت بولتن ناقص 9.4 درجة، وأيزنشتاند 7.7، وفيينا ناقص 7.6. وحذرت هيئة الإرصاد الجوية النمساوية من البرد الشديد، حيث يستمر الطقس على هذه الحال حتى نهاية الأسبوع، مع توقعات بزخات ثلجية من يوم الجمعة. افتتحت الشرطة النمساوية متجرا لها في فيينا لجذب 1000 شاب للانضمام لصفوف الشرطة للعام 2024. وافتتح المتجر بحضور وزير الداخلية جيرارد كارنر وعمدة فيينا ميخائيل لودفيغ. ويقدم المتجر تجربة العمليات الشرطية بالواقع الافتراضي لاستقطاب الشباب، حيث تواجه الشرطة تحديات في أعداد أفرادها بسبب التقاعدات المتوقعة. ويهدف المشروع إلى زيادة عدد ضباط الشرطة في فيينا من 323 إلى 1000 هذا العام. ارتفعت نسبة حيازة الأسلحة الشخصية في النمسا بشكل كبير، حيث بيّنت دراسة ماركت ايجنت أن 10.9% من السكان يمتلكون سلاحاً، ويعزى ذلك للحاجة للدفاع عن النفس والأزمات المحلية. وبينت الدراسة أن النساء تفضل الأسلحة لمواجهة الجريمة، بينما يركز الرجال على حماية الأسرة. وعارض 68% من الذين أجريت عليهم الدراسة حيازة الأسلحة مشيرين للخطورة المرتقبة. وبينت الدراسة أن أصحاب التوجه اليميني يميلون بشكل أكبر من غيرهم لحيازة السلاح. أكد السفير النمساوي في بغداد أندريا ناسي على تعزيز علاقات النمسا مع العراق وإقليم كردستان، وتحدث عن نية النمسا فتح ممثلية لها في الإقليم. وشدد ناسي على التعاون المشترك مع إقليم كردستان في زيارة له التقى فيها رئيس الإقليم نجرفان بارزاني، حيث أكد الجانبان على تعزيز العلاقات في السياسة والاقتصاد والثقافة. وفي هذا السياق جرى الحديث عن نية النمسا فتح ممثلية لها في إقليم كردستان، وهنى بارزاني سفير النمساوي على ترقيته لمستوى التمثيل الدبلوماسي مع العراق. سحبت الشرطة رخصة وزير المالية النمساوي ماغنس برونا مؤقتا بسبب تجاوز السرعة بسيارته الرسمية بي ام في. وأكدت وزارته سحب الرخصة لمدة 4 أسابيع بعد تجاوز السرعة في ولاية فورالبيرغ، حيث قاد بسرعة 130 كيلومتر في الساعة بدلا من 80. ويفرض القانون
سحب الرخصة لشهر عند تجاوز السرعة بأربعين كيلومتر في الساعة داخل المناطق الحضرية وخمسين خارجها. وبوجود الحادث خارج المنطقة الحضرية فإن السرعة كانت أعلى من الحد المسموح، ولم تجري الشرطة اختبار الكحول على الوزير. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفجراد على هواتفكم ليصلكم كل جديد. كنت معكم أنا أسامة زهير، وأمسية سعيدة، وإلى اللقاء.